انطلاق ماراثون امتحانات البكالوريا التجريبية اليوم وسط أجواء عادية. حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي يدعو في ندوة صحفية إلى حل المجلس الوطني التأسيسي. بدو خروج مقاتلي المعارضة السورية من أحياء حمص القديمة المحاصرة منذ عامين. تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة الظهر. على امتداد الأيام القادمة تعيش عديد الأسر التونسية أجواء امتحانات البكالوريا التجريبية التي انطلقت صباح اليوم في مختلف المعاهد الثانوية، امتحان تمهيدي للدورة الرئيسية للبكالوريا 14 و2000 من حيث الرزنامة والظروف حتى يكون التلميذ مستعدا لاجتياز الامتحان الوطني. جرس انطلاق امتحانات البكالوريا التجريبية، نفس رزنامة ونفس ظروف امتحان الدورة الرئيسية حتى يستعد التلميذ ويتعود على ظروف الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. ما عادش تتسمى بكالوريا تجريبية، هي ولات تتسمى يعني الامتحان الثلاثي الثالث يعني للسنوات الرابعة بمختلف الشعب. توفير مختلف الظروف يعني سواء المادية والتأطيرية وأيضا على مستوى عملية المراقبة وكل ما يحف ب يعني عملية الامتحان. امتحان البكالوريا التجريبية أو ما يعرف بالبكالوريا البيضاء انطلق اليوم ويتواصل حتى 14 من مايو الجاري في أجواء عادية وبمعنويات مرتفعة. أجواء عادية كما العادة، نخدمه الباك بلون يتعدى كما الباك، الأجواء كلها كيف كيف، لسافيونس التلامذة كما تراوهم، الحق كل شيء اللي سي منظم والحمد لله كل شيء به معنا، حتى مشكلة معي لا بياس لا بياس. شنو تعدي أنت تويكا؟ نعدي فيلو على الدولة وإن شاء الله واحد يلقى روحه معناه وينجح وفرح والديه. عادي يعني ما حسيتش حاجة ديفيرونس يعني بين دفوارات الآخرين ودفوار هيدا سافا، إن شاء الله ننجحوا الكل وإن شاء الله بمعنى. أملهم نجاح في الدورة الرئيسية لبكالوريا 2014 التي يتقدم لها حوالي 143 ألف مترشح وتجرى بداية من 4 جوان وحتى 11 من نفس الشهر لتعلن النتائج في 21 جوان. ومن أخبار الدبلوماسيين التونسيين المختطفين في ليبيا، استقبل وزير الشؤون الخارجية منجي حمدي مساء أمس عائلتي الدبلوماسيين لطمأنتهما بخصوص وضعية المختطفين الصحية وسلامتهما، وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية أن الوزير بصدد متابعة أوضاع العائلتين على الصعيد النفسي والمعيشي والاجتماعي، وقد أوصى بضرورة دعم خلية المتابعة النفسية التي أنشئت للغرض لتشمل كافة أفراد عائلتي الموظفين بهدف تذليل الصعوبات التي يمكن أن تعترضهم في حياتهم اليومية. ونحن على أبواب الصيف، تتلى نداءات للحد من مخاطر الطريق وحوادثه، وقد سجل خلال أفريل المنقضي ارتفاع في عدد حوادث المرور مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وقد كشفت الأرقام التي أوردتها وزارة الداخلية عن 658 حادث مرور خلفت 124 قتيلا و992 جريحا مقابل 743 حادث مرور خلف 107 قتلى و 1142 جريحا، وتظهر هذه الأرقام ارتفاع عدد القتلى بنسبة 15.89% وانخفاضا في عدد الجرحى بنسبة 13.13% وعدد الحوادث بنسبة 11.44%، وذلك مقارنة بذات الفترة من سنة 2013 و2000. ومن أبرز أسباب هذه الحوادث مخالفات شق الطريق دون انتباه والإفراط في السرعة وعدم انتباه السائق وعدم احترام الأولوية، ووقعت أكبر حصيلة من الحوادث في ولاية تونس بنسبة 16.26%، تليها نابل بنسبة 7.29%. وتصدر يوم الخميس والأربعاء بقية الأيام في تسجيل عدد الحوادث بنسبة 17%، وسجل يوم السبت أعلى عدد من القتلى بلغ 23 قتيلا.
إلى القيروان، حيث قام عوان وإدارات الصحة العمومية بالمستشفى المحلي بحفوز بوقفة احتجاجية وإضراب بيوم، وذلك احتجاجا على الاعتداء بالعنف الذي تعرض له الطاقم الطبي والشبه الطبي والأعوان، إلى جانب تهشيم تجهيزات المستشفى من قبل مجموعة من الأشخاص. إضراب بيوم في انتظار ما سيأتي من قرارات، جاء بعد وقفة احتجاجية دامت لساعتين أمام المستشفى المحلي بحفوز على خلفية الاعتداء الذي تعرض له الأعوان والأطباء ليلة البارحة. شلل شبه تام للاختصاصات والأقسام رافقه تململ من المرضى الذين غادروا في ساعة مبكرة ولم يبقى منهم إلا القليل. تهجموا على المجموعة كل، ضربوا السوجيقات العساس اللي عس اللي يحمي في المؤسسة، ضربوا تضرب من درك البقية اللي وراه، معناتها الفرامليه تضربوا، الطبيبة ولا تتلوج البلاصة متخبية، سائق سيارة الإسعاف تضرب، معناتها ما بقي حد ما تضربش، فهمت؟ الممتلكات كسرت الإسعاف نحو البرانيول، كسروا البيبان والشبابك. اليوم الممرض ولا خايف على روحه، يخرج من داره ما يعرفش روحه يروح ولا ما يروحش، الطبيب كذلك يخلي صغاره وراه ويخرج يجي باش يسعف مرضى، لكن رانا انه يتم الاعتداء عليه. كنا باش نهربوا من الشبيه كمان، ما ينفعش عكون باش نهرب. ياسر جو مركب اللي متركب اللي السيرو، ما لقيتش كيفاش باش نهرب، زع من الفجعه باش نهرب على ما ولا الزحمه ولا عياط. المدير الجهوي للصحة أكد أنه يتابع القضية المطروحة مع مختلف السلطات، ودعا إلى التعقل ووجوب إصلاح العلاقة بين المواطن والمؤسسة الصحية. كل اعتداء يصير مش نوقعوا احنا بقضية ضد المعتدين هذوما حتى يتخذ الوسائل الردع الكافية. وتحدثنا مع السيد الولي مع رؤساء المناطق والأقاليم تاع الشرطة والحرس باش يكثفون الدوريات، واحنا نعتبروا كون اقسام الاستعجالي هي نقاط سوداء امنيا، وعدونا باش يكثفوا الدوريات. مع تواصل استهداف المؤسسات الصحية العمومية، فإن التفكير في آليات وحلول جذرية للظاهرة يبدو مهما للغاية. في صفاقس التكوين المهني يساهم في الرفع من مستوى العاملين والمتعاملين مع القطاع، فأشغال اليوم المفتوح للتكوين في الإكساء مثلت فضاء لعدد من الصناعيين لإبداء الرأي في حاجياتهم للانتداب، كما ساهم في التعرف على مستوى المنتدبين في قطاع الإكساء. السيدة فتحية سيالة صاحبة معمل خياطة انتهزت فرصة اليوم المفتوح الذي ينظمه المركز القطاعي للتكوين في الإكساء محمد علي بصفاقس للالتقاء بالمتكونين والاطلاع على ما ينتجه هذا المركز. إذا كان يتعامل مع المعامل ويشوف كيفاش يندمجوا البنات معهم، ديجا باش يعرفوا حتى المهنة الحياتية كفنية، وان بليس المعامل زيدا باش ياخذوا خبرة من عندهم ويعينوهم شوية. احنا ماذا بينا ناخذوا من السنتر ديريكت نعمل لهم ريكروتمون عنا. الصناعيون واصحاب المشاريع ممن حضروا في هذا اليوم المفتوح لم يفوتوا هذا الحدث لابداء رايهم في مستوى التكوين في المركز قصد ايفاء حاجياتهم في الانتداب. غايه المركز هو توفير عمل واطارات لسوق الشغل، والتكوين بالمركز بثلاثه اختصاصات بمستوى المؤهل التقني مهني وتقني سامي ومستوى أعوان الصيانة في المستوى سي ابي. التكوين نتاعهم ممتاز، والتكوين نتاعهم شو ناقصهم هو الخبرة نعطيوها لهم احنا ياخذوها في الوسط الصناعي. ماذا بينا يوليو يخدموا بالتكنولوجيا الجديدة، خاطر توا نشوفها تعمل في الكوب وتعمل في البلاسمون هكايا مانويل، ماذا بيا يكون باللوجيسيال بيان سور. وعندنا ماتريال اللي هو معناتها اوتمو سوفيستيكي اللي معناتها عنده قيمة كبيرة ياسر، والمؤسسات فرحانة بها فهمتني، لأنها تعطي مردودية أكثر، والتلميذ يخرج من عنا اللي هو متكون على المستويات الكل. قطاع الإكساء قد يمثل أفقا للكثير من المتكونين فيه للدخول في سوق الشغل، وفي ذلك أكثر من تحدي. اللي تقرا في السنتر ينجم نهار اخر يبعث مشروع، ينجم يخدم، ينجم يقري، ينجم يعمل برشا حاجات. السنتر معناتها الفورماسيون التكوين المهني يحلك برشا افاق. حبينا نوعيوا لي ديبلومي اللي باش يتخرجوا من المركز هذايا باش يحلوا مشاريعهم الخاصه بهم، واحنا اللي هما اليوم معناها موجودين باش نساندوهم ونعاونوهم كلك سوا ماليا والا اترافير الاعضاء اللي في الجمعيه نتاعنا. مثل هذه الأيام المفتوحة تعيد صياغة العلاقة بين الصناعيين والمتكونين في محاولة لتطويرها عبر تكثيف تربصات ودورات تكوينية، دورات ستؤثر في مستوى المتكونين في قطاع الإكساء وتطور المردودية.
وفي الشأن السياسي، دعا حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي في ندوة صحفية نظمها بمقره اليوم إلى حل المجلس الوطني التأسيسي نظرا لانتهاء مهامه التأسيسية، كما عبر أعضاء الحزب عن موقف المسار من حكومة مهدي حمار وقدموا أسباب دعمهم لها لمواصلة عملها. العنف ولا في المجلس، السبان ولا في المجلس، الإهانة للمرأة التونسية في المجلس، هذا كله نشوفه فيه داخل قبة ويجدوا تبريره لدى رئاس المجلس ويحبون نواصلوا في هذا. هذا مسألة توافق وطني، وسنطرح المسألة في الحوار الوطني حول وضع إنهاء في أقرب وقت لأشغال المجلس التأسيسي. ولكن ما نراوش علاش اليوم في الوقت هذا بالذات والوضع هذا وهذه الحكومة تقوم مجهودات جبارة، خليني نقول نجم نرضاه على بعض الأشياء وما نرضاهش على أشياء أخرى، ونجيو في الفترة هذية ونحاول نخرقوا أزمة من مسائل معناها نعتبروها الثانوية والثانوية جدا، ومسائل معمول بها اليوم. المستهدفين اليوم بالأساس وزيرة السياحة، ولكن وزيرة السياحة أنا نعتبره اندوماج كولاترال. بالنسبة لنا المستهدف هو السيد الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن. اليوم فما ناس ما يرضيهاش أنه قيام سياسة أمنية واضحة واستراتيجية أمنية واضحة وتحسن على مستوى الأداء الأمني في تونس. وإلى أخبارنا الدولية، وفي سوريا بدأ صباح اليوم خروج الدفعة الأولى من المقاتلين المعارضين من حمص، وذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ منذ يوم الجمعة الماضي في أحياء حمص القديمة المحاصرة منذ أكثر من عامين. حافلات خضراء تمر بين أنقاض أحياء حمص القديمة وعلى متنها دفعة أولى من المقاتلين تغادر المدينة تمهيدا لتطبيق اتفاق يقضي بخروج مقاتلي المعارضة من هذه الأحياء المحاصرة منذ نحو عامين من قبل القوات النظامية. المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن عملية الانسحاب ستتم على دفعات، حيث ستنطلق في كل مرة 5 حافلات محملة بالمقاتلين المنتمين إلى عدة فصائل بينها جبهة النصرة ومعهم أسلحتهم الخفيفة باتجاه الدار الكبيرة بريف حمص الشمالي. وأضاف المرصد أن فريقا من الأمم المتحدة في 4 سيارات قام بكشف الطريق المؤدي من حمص إلى الدار الكبيرة، وأوضح أن الاتفاق يشمل إطلاق أسرى لدى المعارضة من بلدتين شيعيتين بريف حلب. وستكون هذه الخطوة نهاية لأي وجود لمقاتلي المعارضة في قلب مدينة حمص التي كانت تعرف ذات يوم باسم عاصمة الثورة، وهي خطوة ستمنح في المقابل الرئيس بشار الأسد انتصارا رمزيا كبيرا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية التي يرشح أن يفوز خلالها بولاية ثالثة. أن أهالي قرية عين التين. الإفراط في استخدام الأسلحة في الصراع السوري طال أيضا المعالم في عدد من مدن البلاد، ولم تنجو القلعة الحصن الواقعة غرب سوريا من التدمير بعد أن تحصن بها المسلحون الذين واجهتهم القوات العسكرية السورية ودفعتهم إلى الخروج منها. إخلاء القلعة كشف عن دمار كبير استهدفها في العمق. لنتابع. هي من أفضل قلاع القرون الوسطى الصليبية في العالم. قلعة الحصن المطلة في شموخ من تل الغرب السوري كانت مسرحا لأعمال تخريب لما عبثت بها الأقدام فضاق صدرها بدخان المدفعية وسدت شرايينها بما قذفته من شظايا اخترقت جدرانها المحصنة لتمزق مقتنياتها التاريخية وتبعثر محتمباتها الصخرية من تاريخ 100 سنين. قلعة الحصن كانت لتكون حصنا للمسلحين في سوريا حتى استعادها روادها وخبراؤها ومختصوها ممن علت صرخاتهم ضد عمليات تدمير معالم الحضارة السورية وطمسها. قرية بكاملها خرجت من سكان القرية، حتى الكثير من سكان القرية غادروا القرية. دخل الجيش ليلا إلى القلعة، لا لم نعلم سوى في الصباح بإشارات النصر ورفع العلم السوري على أبراج قلعة الحصن، وفي اليوم الثاني كنت من زوار القلعة. كل شيء في القلعة ومحيطها يدل على أن المعارك بين المسلحين والقوات الحكومية كانت ضارية وشديدة العنف، فالهجمات والهجمات المضادة أسفرت عن مقتل 300 من القرويين ومسلحي المعارضة وإصابة العشرات واستسلام المئات منهم وفرار الكثير منهم أيضا عبر الحدود اللبنانية، وكلها أرقام صادرة عن مصدر رسمي سوري.
وللذاكرة الإنسانية فإن القلعة الحصن التي تصنفها اليونسكو على لائحة التراث العالمي لما تحويه من تراث إنساني تصنف أيضا ضمن أجمل القلاع العسكرية في الشرق. تمتد على مساحة جملية تقدر بثلاثة هكتارات وتتسع للآلاف من العسكريين. بكل إيجاز تاريخ القلعة العسكري والإنساني يعود بالذاكرة إلى القرون الوسطى لما سميت بحصن الأكراد الذين سكنوها سابقا، ثم سكنها الإسبيتاريون أو فرسان الهيكل في القرن التاسع عشر. ضربها الزلزال مرات عدة وفي كل مرة أعيد تشييدها، واستعملها أمير أنطاكيا سنة 1111 حصنا للمنشآت الدفاعية ومستودعا للحبوب والزيت ومرابط الخيل وآبار الماء التي كفلت الصليبيين لسنوات طوال، حتى حررها السلطان الظاهر بيبرز سنة 12171 بعد شهر ونصف من الحصار، وأضاف لها من الأبراج وحمامات ما زاد في مناعة القلعة وجمالها. القلعة اليوم محصنة بأبنائها من السواعد التي حكمت لغة الزناد ضد الإرهاب على الحضارة. وفي ليبيا أفاد متحدث باسم مسلحين ليبيين يسيطرون على مرافق نفطية في شرق ليبيا اليوم أنهم يرفضون التعامل مع رئيس الوزراء الجديد أحمد مايتيغ الذي يعتبرون تولي المنصب غير شرعي، وأضاف أن مايتيغ جاء إلى السلطة بطريقة غير قانونية. قال المرشح للرئاسة المصرية وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي إن مساعدات الدول الخليجية لبلاده تفوق 20 مليار دولار، مشيرا إلى أنه يتحدث عن الأموال التي رصدت لبلاده من هذه الدول فقط. وعبر السيسي عن ثقته في مزيد من الدعم لبلاده التي تعاني الكثير من المشاكل الاقتصادية، وكانت السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت قد تعهدت بتقديم مساعدات قدرها 12 مليار دولار في شكل منح وودائع بالبنك المركزي ومساعدات بترولية، وذلك عقب عزل الرئيس محمد مرسي في جويليا الماضي. خطف مسلحون يشتبه بأنهم من جماعة بوكو حرام المتشددة 8 فتيات أخريات من قرية شمال شرق نيجيريا، فيما تتواصل المساعي للإفراج عن أكثر من 200 فتاة خطفتهن الجماعة نفسها الشهر الماضي. وفي هذا الخصوص أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن بلاده ستفعل كل ما بوسعها لمساعدة نيجيريا لإنهاء هذه الأزمة، وقد أرسلت الولايات المتحدة فريقا من الخبراء إلى نيجيريا يتكون من جنود ورجال شرطة ومفاوضين في شؤون خطف الرهائن، وهو ما رحب به الرئيس النيجيري فيما عرضت بريطانيا المساعدة أيضا لحل هذه الأزمة. تفتح مراكز الاقتراع في جنوب أفريقيا اليوم أبوابها أمام الناخبين للمشاركة في 5 انتخابات عامة تشهدها البلاد منذ الإطاحة بنظام الفصل العنصري قبل 20 عاما، وتجري الانتخابات التشريعية في هذا البلد وسط توقعات بأن تسفر عن استمرار حكم حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم حاليا رغم ما يواجهه من تحدي شرس من أحزاب المعارضة. أكثر من 22 ألف مركز انتخابي فتح اليوم أبوابه في المدارس ودور العبادة والمستشفيات وغيرها من المنشآت العامة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في 5 انتخابات عامة تشهدها جنوب أفريقيا منذ الإطاحة بنظام الفصل العنصري قبل 20 عاما. ويحق لأكثر من 25 مليون ناخب تقريبا نصف عدد السكان التصويت في انتخابات اليوم، انتخابات يتوقع مراقبون أن تسفر عن فوز حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم الذي ركز في حملته الانتخابية على أمجاده السابقة. وقد اتسمت الفترة التي سبقت الانتخابات بالكثير من النشاطات الاحتجاجية، كما واجه الحزب الحاكم انتقادات عدة بسبب ارتفاع معدل البطالة في البلاد. هذا ويتهم الرئيس جاكوب زوما شخصيا باستخدام أكثر من 20 مليون دولار من الأموال الحكومية لتحسين منزله الريفي، ما يجعل حزبه أمام اختبار صعب في انتخابات ستعلن غدا نتائجها، ويتوقع كثيرون أن تكون الأخيرة التي يهيمن عليها إرث ما بعد فترة الفصل العنصري. وفي نشرتنا أيضا مسابقة طريفة للسيارات القديمة ومحورها الأناقة، ولكن بعد الرياضة.
وفي الرياضة تدور اليوم مقابلات الجولة 29 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم انطلاقا من الساعة 4، وفي البرنامج يستضيف النادي الإفريقي بملعب المنزة شباب القيروان، ويتبارى نادي حمل بلنف مع الترجي الرياضي التونسي المتوج بلقب البطولة، ويستقبل الأولمبي الباجي الملعب التونسي، ويستضيف الاتحاد المنستيري مستقبل المرسى، وينزل النجم المتلوي ضيفا على صفاقس لملاقاة النادي الصفاقسي، ويتحول النجم الساحلي لجابس لمواجهة الملعب الجابسي، ويواجه فريق وافي القفص نادي البنزرتي، وتستقبل جريدة توزر بجرومباليا الرياضية. ونبقى في أجواء بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، إذ رفضت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة إثارتي جرومباليا الرياضية والملعب التونسي ضد مشاركة لاعب النادي الإفريقي زهير الذوادي، وبالتالي إقرار النتيجتين الحاصلتين على الميدان. انطلاق ماراثون امتحانات البكالوريا التجريبية اليوم وسط أجواء عادية. حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي يدعو في ندوة صحفية إلى حل المجلس الوطني التأسيسي. بدأ خروج مقاتلي المعارضة السورية من أحياء حمص القديمة المحاصرة منذ عامين. تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة الظهر. على امتداد الأيام القادمة تعيش عديد الأسر التونسية أجواء امتحانات البكالوريا التجريبية التي انطلقت صباح اليوم في مختلف المعاهد الثانوية، امتحان تمهيدي للدورة الرئيسية للبكالوريا 14 و2000 من حيث الرزنامة والظروف حتى يكون التلميذ مستعدا لاجتياز الامتحان الوطني. جرس انطلاق امتحانات البكالوريا التجريبية، نفس رزنامة ونفس ظروف امتحان الدورة الرئيسية حتى يستعد التلميذ ويتعود على ظروف الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. ما عادش تتسمى بكالوريا تجريبية، هي ولات تتسمى يعني الامتحان الثلاثي الثالث يعني للسنوات الرابعة بمختلف الشعب، توفير مختلف الظروف يعني سواء المادية والتأطيرية وأيضا على مستوى عملية المراقبة وكل ما يحف ب يعني عملية الامتحان. امتحان البكالوريا التجريبية أو ما يعرف بالبكالوريا البيضاء انطلق اليوم ويتواصل حتى 14 من مايو الجاري في أجواء عادية وبمعنويات مرتفعة. أجواء عادية كما العادة، نخدمه الباك بلون يتعدى كما الباك، الأجواء كلها كيف كيف، لسافيونس التلامذة كما تراهم، الحق كل شيء اللي سيم منظم والحمد لله كل شيء به معنا حتى مشكلة مرة. لا بياس لا بياس. شنو تعدي انت تويكا؟ نعدي فيلو على الدولة. وإن شاء الله روي واحد يلقى روحه معناه وينجح وفرح والديه. عادي يعني ما حسيتش حاجة ديفيرونس يعني بين دفوارات الأخرين ودفوار هيدا كده سافا، إن شاء الله ننجحوا الكل وإن شاء الله بمعنى. أملهم نجاح في الدورة الرئيسية لبكالوريا 2014 التي يتقدم لها حوالي 143 ألف مترشح، وتجرى بداية من 4 جوان وحتى 11 من نفس الشهر لتعلن النتائج في 21 جوان. ومن أخبار الدبلوماسيين التونسيين المختطفين في ليبيا، استقبل وزير الشؤون الخارجية منجي حمدي مساء أمس عائلتي الدبلوماسيين لطمأنتهما بخصوص وضعية المختطفين الصحية وسلامتهما، وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية أن الوزير بصدد متابعة أوضاع العائلتين على الصعيد النفسي والمعيشي والاجتماعي، وقد أوصى بضرورة دعم خلية المتابعة النفسية التي أنشئت للغرض لتشمل كافة أفراد عائلتي الموظفين بهدف تذليل الصعوبات التي يمكن أن تعترضهم في حياتهم اليومية. ونحن على أبواب الصيف، تتتالى النداءات للحد من مخاطر الطريق وحوادثه، وقد سجل خلال أفريل المنقضي ارتفاع في عدد حوادث المرور مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وقد كشفت الأرقام التي أوردتها وزارة الداخلية عن 658 حادث مرور خلفت 124 قتيلا و992 جريحا مقابل 743 حادث مرور خلف 107 قتلى و
1142 جريحا، وتظهر هذه الأرقام ارتفاع عدد القتلى بنسبة 15.89% وانخفاضا في عدد الجرحى بنسبة 13.13%، وعدد الحوادث بنسبة 10.44%، وذلك مقارنة بذات الفترة من سنة 13 و2000. ومن أبرز أسباب هذه الحوادث مخالفات شاق الطريق دون انتباه والإفراط في السرعة وعدم انتباه السائق وعدم احترام الأولوية. ووقعت أكبر حصيلة من الحوادث في ولاية تونس بنسبة 16.26%، تليها نابل بنسبة 7.29%. وتصدر يوم الخميس والأربعاء بقية الأيام في تسجيل عدد الحوادث بنسبة 17%، وسجل يوم السبت أعلى عدد من القتلى بلغ 23 قتيلا. إلى القيروان، حيث قام أعوان وإطارات الصحة العمومية بالمستشفى المحلي بحفوز بوقفة احتجاجية وإضراب بيوم، وذلك احتجاجا على الاعتداء بالعنف الذي تعرض له الطاقم الطبي وشبه الطبي والأعوان، إلى جانب تهشيم تجهيزات المستشفى من قبل مجموعة من الأشخاص. إضراب بيوم في انتظار ما سيأتي من قرارات جاء بعد وقفة احتجاجية دامت لساعتين أمام المستشفى المحلي بحفوز على خلفية الاعتداء الذي تعرض له الأعوان والأطباء ليلة البارحة. شلل شبه تام للاختصاصات والأقسام رافقه تململ من المرضى الذين غادروا في ساعة مبكرة ولم يبقى منهم إلا القليل. تهجموا على المجموعة كل ضربوا السوجيقات العساس اللي عس اللي يحمي في المؤسسة تضرب من درك البقية اللي وراه ما أنت الفراملي تضربوا تبيبه ولا تتلوج البلاسة متخبية سائق سيارة الأسعاف تضرب ما أنت ما بقي حد ما تضربش أنت الممتلكات كسرت الأسعاف نحو البرانيول كسروا البيبان وشبابك. اليوم الممرض ولا خايف على روحه يخرج من داره ما يعرفش يروح يروح ولا ما يروحش. الطبيب كذلك يخلي صغاره وراه ويخرج يجي باش يسعف مرضى، لكن رانا انه يتم الاعتداء عليه. كله باش نهربوا من الشبيه كمان من الفجعه كون باش نهرب ياسر جو مركب اللي متركب اللي السيرو ما لقيتش كيفاش باش نهرب زعما من الفجعه باش نهرب على ما ولا الزحمه ولا عياط. المدير الجهوي للصحة أكد أنه يتابع القضية المطروحة مع مختلف السلطات ودعا إلى التعقل ووجوب إصلاح العلاقة بين المواطن والمؤسسة الصحية. كل اعتداء يصير مش نوقعوا احنا بقضية ضد المعتدين هذوما حتى يتخذ الوسائل الردع الكافية. وتحدثنا مع السيد الولي مع رؤساء المناطق والأقاليم تاع الشرطة والحرس باش يكثفون الدوريات، واحنا نعتبر كون اقسام الاستعجالي هي نقاط سوداء امنيا وعدونا باش يكثفوا الدوريات. مع تواصل استهداف المؤسسات الصحية العمومية فإن التفكير في آليات وحلول جذرية للظاهرة يبدو مهما للغاية. في صفاقس التكوين المهني يساهم في الرفع من مستوى العاملين والمتعاملين مع القطاع، فأشغال اليوم المفتوح للتكوين في الإكساء مثلت فضاء لعدد من الصناعيين لإبداء الرأي في حاجيتهم للانتداب، كما ساهم في التعرف على مستوى المنتدبين في قطاع الإكساء. السيدة فتحية سيالة صاحبة معمل خياطة انتهزت فرصة اليوم المفتوح الذي ينظمه المركز القطاعي للتكوين في الإكساء محمد علي بصفاقس للالتقاء بالمتكونين والاطلاع على ما ينتجه هذا المركز. إذا كان يتعامل مع المعامل ويشوف كيفاش يندمجوا البنات معهم ديجا باش يعرفوا حتى المهنة الحياتية كفنية، وان بليس المعامل زيدا باش ياخذوا خبرة من عندهم ويعينوهم شوية. احنا ماذا بينا نخدموا من السنتر ديريكت نعمل لهم ريكروتمون عندنا. الصناعيون وأصحاب المشاريع ممن حضروا في هذا اليوم المفتوح لم يفوتوا هذا الحدث لإبداء رأيهم في مستوى التكوين في المركز قصد إيفاء حاجياتهم في الانتداب. غاية المركز هو توفير عمل وإطارات لسوق الشغل، والتكوين بالمركز بثلاثة اختصاصات بمستوى المؤهل التقني مهني وتقني سامي ومستوى أعوان الصيانة في المستوى السيابي. التكوين متاعهم ممتاز والتكوين متاعهم شلزمه شناقصهم هو الخبرة نعطيها لهم احنا ياخذوها في الوسط الصناعي. ماذا بينا يوليو يخدموا بالتكنولوجيا الجديدة خاطر طاول نشوفها تعمل في الكوب وتعمل في البلاسمون هكايا مانويل، ماذا بيا يكون باللوجيسيال بيان سيغ. وعندنا ماتريال اللي هو معناتها أوتمو سوفيستيكي اللي معناتها عنده قيمة كبيرة ياسر والمؤسسات فرحانة بها فهمتني، لأنها تعطي مردودية أكثر والتلميذ يخرج من عنا اللي هو متكون على المستويات الكل.
قطاع الإكسا قد يمثل أفقا للكثير من المتكونين فيه للدخول في سوق الشغل، وفي ذلك أكثر من تحدي. اللي تقرا في سنتر ينجم نهار اخر يبعث مشروع، ينجم يخدم، ينجم يقري، ينجم يعمل برشا حاجات. السنتر معناتها الفورماسيون التكوين المهني يحلك برشا افاق. حبينا نوعيوا لي ديبلومي اللي باش يتخرجوا من المركز هذايا باش يحلوا مشاريعهم الخاصه بهم، واحنا اللي هما اليوم معناها موجودين باش نساندوهم ونعاونوهم كلك سوا ماليا والا اترافير الاعضاء اللي في الجمعيه نتاعنا. مثل هذه الأيام المفتوحة تعيد صياغة العلاقة بين الصناعيين والمتكونين في محاولة لتطويرها عبر تكثيف تربصات ودورات تكوينية، دورات ستؤثر في مستوى المتكونين في قطاع الإكساء وتطور المردودية. وفي الشأن السياسي، دعا حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي في ندوة صحفية نظمها بمقره اليوم إلى حل المجلس الوطني التأسيسي نظرا لانتهاء مهامه التأسيسية، كما عبر أعضاء الحزب عن موقف المسار من حكومة مهدي جمال وقدموا أسباب دعمهم لها لمواصلة عملها. العنف ولا في المجلس، السبان ولا في المجلس، الإهانة للمرأة التونسية في المجلس، هذا كله نشوفه فيه داخل قبة ويجدوا تبريره لدى رئاس المجلس ويحبون نواصلوا في هذا. هذا مسألة توافق وطني، وسنطرح المسألة في الحوار الوطني حول وضع إنهاء في أقرب وقت لأشغال المجلس التأسيسي. ولكن مراوش علاش اليوم في الوقت هذا بالذات والوضع هذا وهذه الحكومة تقوم مجهودات جبارة، خليني نقول نجم نرضى على بعض الأشياء وما نرضاش على أشياء أخرى، ونجيو في الفترة هذية ونحاول ونخرقوا أزمة من مسائل معناها نعتبروها ثانوية وثانوية جدا ومسائل معمول بها اليوم. المستهدفين اليوم بالأساس وزيرة السياحة، ولكن وزيرة السياحة أنا نعتبره دوماج كولاترال. بالنسبة لنا المستهدف هو السيد الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن. اليوم فما ناس ما يرضيهاش أنه قيام سياسة أمنية واضحة واستراتيجية أمنية واضحة وتحسن على مستوى الأداء الأمني في تونس. وإلى أخبارنا الدولية، وفي سوريا بدأ صباح اليوم خروج الدفعة الأولى من المقاتلين المعارضين من حمص، وذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ منذ يوم الجمعة الماضي في أحياء حمص القديمة المحاصرة منذ أكثر من عامين. حافلات خضراء تمر بين أنقاض أحياء حمص القديمة وعلى متنها دفعة أولى من المقاتلين تغادر المدينة تمهيدا لتطبيق اتفاق يقضي بخروج مقاتلي المعارضة من هذه الأحياء المحاصرة منذ نحو عامين من قبل القوات النظامية. المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن عملية الانسحاب ستتم على دفعات، حيث ستنطلق في كل مرة 5 حافلات محملة بالمقاتلين المنتمين إلى عدة فصائل بينها جبهة النصرة ومعهم أسلحتهم الخفيفة باتجاه الدار الكبيرة بريف حمص الشمالي. وأضاف المرصد أن فريقا من الأمم المتحدة في 4 سيارات قام بكشف الطريق المؤدي من حمص إلى الدار الكبيرة، وأوضح أن الاتفاق يشمل إطلاق أسرى لدى المعارضة من بلدتين شيعيتين بريف حلب. وستكون هذه الخطوة نهاية لأي وجود لمقاتلي المعارضة في قلب مدينة حمص التي كانت تعرف ذات يوم باسم عاصمة الثورة، وهي خطوة ستمنح في المقابل الرئيس بشار الأسد انتصارا رمزيا كبيرا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية التي يرشح أن يفوز خلالها بولاية ثالثة. أن أهالي قرية عين التين. الإفراط في استخدام الأسلحة في الصراع السوري طال أيضا المعالم في عدد من مدن البلاد، ولم تنجو القلعة الحصن الواقعة غرب سوريا من التدمير بعد أن تحصن بها المسلحون الذين واجهتهم القوات العسكرية السورية ودفعتهم إلى الخروج منها. إخلاء القلعة كشف عن دمار كبير استهدفها في العمق. لنتابع. هي من أفضل قلاع القرون الوسطى الصليبية في العالم. قلعة الحصن المطلة في شموخ من تل الغرب السوري كانت مسرحا لأعمال تخريب لما عبثت بها الأقدام فضاق صدرها بدخان المدفعية وسدت شرايينها بما قذفته من شظايا اخترقت جدرانها المحصنة لتمزق مقتنياتها التاريخية وتبعثر محتنباتها الصخرية من تاريخ 100 سنين. قلعة الحصن كانت لتكون حصنا للمسلحين في سوريا حتى استعادها روادها وخبراؤها ومختصوها
مما نعلت صرخاتهم ضد عمليات تدمير معالم الحضارة السورية وطمسها. قرية بكاملها خرجت من سكان القرية، حتى الكثير من سكان القرية غادروا القرية. دخل الجيش ليلا إلى القلعة. لم نعلم سوى في الصباح بإشارات النصر ورفع العلم السوري على أبراج قلعة الحصن، وفي اليوم الثاني كنت من زوار القلعة. كل شيء في القلعة ومحيطها يدل على أن المعارك بين المسلحين والقوات الحكومية كانت ضارية وشديدة العنف، فالهجمات والهجمات المضادة أسفرت عن مقتل 300 من القرويين ومسلحي المعارضة وإصابة العشرات واستسلام المئات منهم وفرار الكثير منهم أيضا عبر الحدود اللبنانية، وكلها أرقام صادرة عن مصدر رسمي سوري. وللذاكرة الإنسانية، فإن القلعة الحصن التي تصنفها اليونسكو على لائحة التراث العالمي لما تحويه من تراث إنساني تصنف أيضا ضمن أجمل القلاع العسكرية في الشرق. تمتد على مساحة جملية تقدر بثلاثة هكتارات وتتسع للآلاف من العسكريين. بكل إيجاز، تاريخ القلعة العسكري والإنساني يعود بالذاكرة إلى القرون الوسطى لما سميت بحصن الأكراد الذين سكنوها سابقا، ثم سكنها الإسبيتاريون أو فرسان الهيكل في القرن 19. ضربها الزلزال مرات عدة، وفي كل مرة أعيد تشييدها، واستعملها أمير أنطاكيا سنة 1111 حصنا للمنشآت الدفاعية ومستودعا للحبوب والزيت ومرابط الخيل وآبار الماء التي كفلت الصليبيين لسنوات طوال، حتى حررها السلطان الظاهر بيبرز سنة 12171 بعد شهر ونصف من الحصار، وأضاف لها من الأبراج وحمامات ما زاد في مناعة القلعة وجمالها. القلعة اليوم محصنة بأبنائها من السواعد التي حكمت لغة الزناد ضد الإرهاب على الحضارة. وفي ليبيا، أفاد متحدث باسم مسلحين ليبيين يسيطرون على مرافق نفطية في شرق ليبيا اليوم أنهم يرفضون التعامل مع رئيس الوزراء الجديد أحمد معيتيك الذي يعتبرون توليه المنصب غير شرعي، وأضاف أن معيتيك جاء إلى السلطة بطريقة غير قانونية. قال المرشح للرئاسة المصرية وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي إن مساعدات الدول الخليجية لبلاده تفوق 20 مليار دولار، مشيرا إلى أنه يتحدث عن الأموال التي رصدت لبلاده من هذه الدول فقط. وعبر السيسي عن ثقته في مزيد من الدعم لبلاده التي تعاني الكثير من المشاكل الاقتصادية، وكانت السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت قد تعهدت بتقديم مساعدات قدرها 12 مليار دولار في شكل منح وودائع بالبنك المركزي ومساعدات بترولية، وذلك عقب عزل الرئيس محمد مرسي في جويليا الماضي. خطف مسلحون يشتبه بأنهم من جماعة بوكو حرام المتشددة 8 فتيات أخريات من قرية شمال شرق نيجيريا، فيما تتواصل المساعي للإفراج عن أكثر من 200 فتاة خطفتهن الجماعة نفسها الشهر الماضي. وفي هذا الخصوص، أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن بلاده ستفعل كل ما بوسعها لمساعدة نيجيريا لإنهاء هذه الأزمة، وقد أرسلت الولايات المتحدة فريقا من الخبراء إلى نيجيريا يتكون من جنود ورجال شرطة ومفاوضين في شؤون خطف الرهائن، وهو ما رحب به الرئيس النيجيري فيما عرضت بريطانيا المساعدة أيضا لحل هذه الأزمة. تفتح مراكز الاقتراع في جنوب إفريقيا اليوم أبوابها أمام الناخبين للمشاركة في 5 انتخابات عامة تشهدها البلاد منذ الإطاحة بنظام الفصل العنصري قبل 20 عاما، وتجري الانتخابات التشريعية في هذا البلد وسط توقعات بأن تسفر عن استمرار حكم حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم حاليا رغم ما يواجهه من تحد شرس من أحزاب المعارضة. أكثر من 22 ألف مركز انتخابي فتح اليوم أبوابه في المدارس ودور العبادة والمستشفيات وغيرها من المنشآت العامة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في 5 انتخابات عامة تشهدها جنوب إفريقيا منذ الإطاحة بنظام الفصل العنصري قبل 20 عاما. ويحق لأكثر من 25 مليون ناخب تقريبا نصف عدد السكان التصويت في انتخابات اليوم، انتخابات يتوقع مراقبون أن تسفر عن فوز حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم الذي ركز في حملته الانتخابية على أمجاده السابقة.
وقد اتسمت الفترة التي سبقت الانتخابات بالكثير من النشاطات الاحتجاجية، كما واجه الحزب الحاكم انتقادات عدة بسبب ارتفاع معدل البطالة في البلاد. هذا ويتهم الرئيس جاكوب زوما شخصيا باستخدام أكثر من 20 مليون دولار من الأموال الحكومية لتحسين منزله الريفي، ما يجعل حزبه أمام اختبار صعب في انتخابات ستعلن غدا نتائجها، ويتوقع كثيرون أن تكون الأخيرة التي يهيمن عليها إرث ما بعد فترة الفصل العنصري. وفي نشرتنا أيضا، مسابقة طريفة للسيارات القديمة ومحورها الأناقة، ولكن بعد الرياضة. وفي الرياضة، تدور اليوم مقابلات الجولة 29 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم انطلاقا من الساعة 4. وفي البرنامج يستضيف النادي الإفريقي بملعب المنزه شباب القيروان، ويتبارى نادي حمل بننف مع الترجي الرياضي التونسي المتوج بلقب البطولة، ويستقبل الأولمبي الباجي الملعب التونسي، ويستضيف الاتحاد المنستيري مستقبل المرسى، وينزل النجم المتلوي ضيفا على صفاقس لملاقاة النادي الصفاقسي، ويتحول النجم الساحلي لجابس لمواجهة الملعب الجابسي، ويواجه فريق وافي القفص نادي البنزرتي، وتستقبل جريدة توزر بجرومباليا الرياضية. ونبقى في أجواء بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، إذ رفضت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة إثارتي جرومباليا الرياضية والملعب التونسي ضد مشاركة لاعب النادي الإفريقي زهير الذوادي، وبالتالي إقرار النتيجتين الحاصلتين على الميدان. ومن أخبارنا المتفرقة، ما يرد من كوريا الشمالية وهي قليلة جدا، فكوريا الشمالية تفرض على نفسها عزلة كبيرة كما تواجه المزيد من عقوبات المجتمع الدولي. كوريا الشمالية سمحت أخيرا بإخراج صور فيديو تبين استخدام المواطنين للطاقة الشمسية في سخانات المياه في المنازل، وتقول إنها اتجهت للطاقة الشمسية بسبب النقص الكبير في امدادات الغاز والبترول. درجة الحرارة في سخانات المياه يتم ضبطها بأجهزة التحكم المثبتة في المطابخ المنزلية. هذه السخانات يقوم بإنتاجها مركز لإنتاج وتطوير المعدات العاملة بالطاقة الشمسية في قرية نامري. وفي عالم المتفرقات أيضا، تستضيف ولاية كاليفورنيا حدثا سنويا أبطاله السيارات الكلاسيكية النادرة إلى جانب الدراجات الهوائية والنارية، لتعيش على وقع سباق حامل وطيس بين جميع السيارات الكلاسيكية على البحث عن أقدم وأندر النماذج والحصول عليها بأي شكل، ثم عرضها في المزادات الكبرى لتحقيق ثروات طائلة إذا حالفهم الحظ. ولاية كاليفورنيا الأمريكية هي على موعد كل عام مع ملتقى الأناقة الذي يتجمع فيه عشاق السيارات الكلاسيكية من جميع أنحاء العالم لعرض كنوزهم من الأيقونات المتفردة من الموديلات الكلاسيكية. ودائما ما تستغل شركات السيارات هذه المناسبة وتقدم أحدث موديلاتها من سيارات الصالون الفاخرة أو الموديلات الخاصة أو السيارات السوبر رياضية. هذا الملتقى لا يكتفي بعرض هذه الكنوز الفاخرة، وإنما ينظم سباقا تشد فيه المنافسة بين جميع السيارات الكلاسيكية الذين قضوا سنوات في البحث عن أقدم النماذج وأكثرها ندرة. المسابقة نتطلع إليها كل سنة، لكنها متميزة هذا العام، خاصة وأن مدينة بيفرلي هيلز تحتفل بالذكرى المئوية لتأسيسها. الحدث اليوم خاص جدا، حيث تشارك أكثر من 175 سيارة عمرها تجاوز العقد من الزمن في هذا المعرض المثير للانتباه في هذا المكان الرائع. بهذا العدد الهائل من التحف الكلاسيكية النادرة، سواء كانت سيارات أو دراجات نارية، يعود بنا الزمن إلى 100 سنة خلت، ليقدم هواة جمع الأيقونات المتفردة من جميع أنحاء العالم كنوزهم من السيارات القديمة في مدينة بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويأملون جميعا في الحصول على جائزة أفضل سيارة كلاسيكية. لا توجد سيارة أخرى ولدت تلك الحقبة، إنها فريدة من نوعها من حيث التصميم والطاقة، فهي بقدرات سيارة رياضية عالية الأداء من عام 1930.
ويستقبل هذا الحدث السنوي أكثر من 100,000 زائر لمشاهدة حوالي 200 أيقونة من التحف الكلاسيكية النادرة، حدث تتسابق فيه أكبر الشركات المصنعة للسيارات للفوز بلقب الأناقة والشهرة، ويشكل أرضية خصبة للبحث عن المقتنيات النادرة لأولئك الذين يرغبون في المنافسة خلال فعاليات المعرض المقبل خلال السنة القادمة. ختام هذا الموعد الإخباري مشاهدينا الكرام، وهذا تذكير بالعناوين. انطلاق ماراثون امتحانات البكالوريا التجريبية اليوم وسط أجواء عادية. حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي يدعو في ندوة صحفية إلى حل المجلس الوطني التأسيسي. بدء خروج مقاتل المعارضة السورية من أحياء حمص القديمة المحاصرة منذ عامين. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.